السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشوف مع بعض ازاي نعمل دراسة لحركة الشمس وتأثير ده على المبنى والظلال في البرنامج البازاري، ونفس الكلام هو اللي موجود في الريفت. حتى في بعض الحاجات كتيرة هنا موجودة في قلب الريفت بدأوا ينقلوها. تمام، طيب دلوقتي هاجي هنا عند الصن وأقول له أنا عايز أفعل صن باس أون، فيبدأ يظهر معايا. لو عملت له سيلكت بلاقي هنا في الخصائص بتاعتي إن أنا عايز صن باس سايز بتاعي يكبر او يصغر، ممكن نخليه مثلا 100، تقدر تكبر او تصغر زي ما انت عايز. تمام اهو، ممكن تقول له هنا انا عايز اتحكم في بعض الحاجات. خلينا نيجي هنا نفعل الظلال، فالظلال هي بدأت تظهر. اجي هنا صن سيتنج بيقول لي سولار ستادي، هل انت عايزها لقطة واحدة؟ يعني تحدد لي المكان والزمان وتقف. تمام، هي في ثانية واحدة شوف الشمس في الثانية دي هتبقى عاملة قد ايه. تمام، تقدر مثلا تغير تقول له ابلاي وتشوف هتبقى عامله ازاي. ممكن تغير اللوكيشن، تيجي هنا وتقول له مثلا انا عايز ام الدنيا. طبعا كل واحد بيعتبر بلده هي ام الدنيا، مفيش مشكله. اوكي سيرش، اقول سيرش، هو بيسأل أنا واحدة فيهم لأن هو عنده أكتر من حاجة، فبقول له إيجيبت مصر، بيقول لي اختار أقرب حاجة ليهم، فبقول له مثلا اختار ديت أقرب مركز دراسة للمناخ. تمام، عايز استخدم داي لايت سيتنج تايم ولا لأ؟ السايت تقدر تشوف الإعدادات بتاعتك. البوزيشن هنا لو أنت عامل تغيير في البروجكت نورث يجيبهولك. تمام، هقول له اوكي. تمام، ممكن اقول له انا عايز سنجل داي، عايز ادرس يوم كامل من اوله لاخره او من جزء منه، فبتقدر تحدد اليوم ده هيبقى من الساعه كام للساعه كام، ويبدا يجيبه لك وتقدر تحكم فيه. ممكن تقول له مالتي داي اكتر من يوم، ممكن تقول له اللايتنج وتبدا تحدد الارتفاع بتاعها هيبقى عامل ازاي. يعني بقى بحدد انا عايز ادرس مثلا وقت معين، ان الشغل مثلا بتاعي بيشتغل مثلا ساعة كام ساعة كام. دي بعض الاعدادات اللي بتبقى موجودة. تمام، اعدادات جاهزة، فانا ممكن اختار مثلا مالتي داي واقول له اوكي مثلا. تمام، مالتي داي سولار ستادي الاعدادات هي، او حاجة سمر عايز ادرس مثلا فترة الصيف اقول له اوكي، ويبدأ بالشكل دوت وتقدر تعدل فيه يدوي او تقدر تدوس على التاريخ وتعدل. هو ممكن تيجي هنا في الصن وتقول له انا عايز ريفيو سولار ستادي، فيبدا يجيب لك ان انت تقدر تشوف الشمس هتبقى عامله ازاي، ويبدا يتحرك في الفتره اللي انت محددها له والظل اللي موجود. دلوقتي هدوس اسكيب عشان اخرج من الدراسه ديت، وهاجي بعد كده هنا واقول له سبورت واقول له انا عايز اصدر السولار ستادي image and animation solar study، ممكن اصدره كفيديو. تمام، عايز الفريمات كلها ولا جزء معين؟ ممكن تقول مثلا اول 3 ثواني اول 4 ثواني. عايز الفيجوال الستايل بتاعك تعمل له مثلا ريندر ولا هيدن لاين ولا شديد ريندر مثلا. طب الابعاد بتاعت الفيديو تبقى قد ايه؟ طبعا 235 دي قليل قوي، خليها مثلا 900، بس هياخد طبعا وقت. يعني لما بتكبر القيمه بتكبر، يعني زي ما بتقول البخة جارية كلف سيدة وعلى قد الحافة مد رجليك. include time and date stamp، هيحط لك كده علامة مائية يقول لك الدراسة دي ساعة كام. طبعا دي لازم تتعلم عليها، على فكرة ما كنتش في الاختيارات أصلا يعني. بعد كده يقول لك سيفه كـ API كفيديو أو كصور. تمام، لما تصدره كصور ممكن تصدره كصور، وبعد كده مثلا في برامج بتجمع الصور تختار بعض الصور تحطها في الفيديو بيشكلها كويس مفيش مشكلة، وبعد كده بتقول له سيف.